إذا أنت كنت من الناس اللي وقعت في شرك المنشطات واخذتها بشكل خاطئ وبشكل عشوائي من تجار المنشطات والهرمونات وصار عندك ضمور بالخصية وصار عندك انخفاض في التستوستيرون الطبيعي وبطلت الغدة تفرز مثل الأول وصار عندك جميع المشاكل وصار عندك مشاكل في الشهوة الجنسية والضعف الجنسي بسبب المنشطات، فخليك معنا علشان تعرف الحل وتابع الحلقة حتى النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا. كما شاهدتونا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الناس اللي بتاخد منشطات بشكل عشوائي وبتاخد المنشطات المنفردة بالذات التابلت مثل الاندرول او الداينابول او الانابول، هذه المنشطات بشكل عام اللي بتعمل تدمير للخصية وبتعمل تدمير لهرمونات الجسم بالذات في السن الصغير وبتتاخد كمان بشكل منفرد دون اي طريقة علمية. طب شو الحل؟ كيف أنا أخذت منشطات وخربت أموري وخربت الدنيا عندي، كيف أرجع وخلي المنشطات تفرز من جديد؟ عندنا حلول عن طريق الأدوية أو عن طريق الناس اللي أو طريق أدوية بتتاخد بعد الكورس للتنظيف، وأنا بالنسبة لي مصطلح التنظيف غير محبب. أنا ممكن أقول أنه نحن بعد ما أخذنا الكورس وخربنا الدنيا نحن بنرجع معدلات التستوستيرون تفرز بشكل طبيعي. وتأكد تماماً لو أخذت كورس واحد منشطات حتى لو بطريقة علمية مش حيرجع الخصية تفرز التستوستيرون كما كانت بالسابق قبل أخذ الهرمونات. لكن نحن بدنا نعالج المشكلة الجنسية أو الضعف الجنسي أو ضعف هرمون التستوستيرون، فرز التستوستيرون في جسمك اللي صار بسبب الهرمونات أو خلينا نقول المنشطات. عندنا ثلاث شغلات ممكن ناخدهم. أول شغلة هي النولفادكس. النولفادكس في المادة الفعالة اللي فيه التوماكسافين، هذه بمنع الاستروجين انه يطلع في جسمك. انت لما بتاخد كورسات الهرمونات بيكون عندك تستيرون في قوته، بعد ما يخلص الكورس بينزل، طبعا خلصت المادة الفعالة، طبعا انت بتحتاج هون الجسم يرجع يفرز تستوستيرون، بتتفاجأ انه ما فيش فرز تستوستيرون. طب شو الحل؟ الحل ناخد النولفادكس. ليش؟ علشان نمنع الاستروجين الهرمون الانثوي يطلع. لا، بمجرد ما نزل هرمون الاستروجين بيطلع هرمون التستوستيرون الطبيعي. طبعا التوماكسافين او النولفادكس بيتاخد حبه يوميا او حبتين لمده 8 اسابيع. وطبعا بدك تاخد ماده اسمها الارماديكس الاسترازول، الاسم العلمي تبعها والماده الفعاله. ايضا ممكن تاخد حبه يوميا لمده 8 اسابيع او حبتين يوميا حسب الحاجه. طبعا انا هذه المواد بياخذوها في كورس التنظيف، لكن انا اعطيتك اياها كحل بما انك انت خربت الدنيا بدون ما تعرف شو اخذت. يعني انت خبصت الدنيا، اخذت داينابول، اخذت ترمبلون، اخذت ايا كان وما عملتش عمليه اللي بعد الكورس، عمليات اللي هي بسموها هم التنظيف، انا ممكن اسميها اعاده هيكله الجسم ليرجع يفرز التستوستيرون. طبعا والماده الثالثه هي البريجانيل. البريجانيل ممكن يحفز الخصية. طبعا البريجانيل هذه الأدوية اللي بنتكلم عنها بتعالج الضعف الجنسي وبتعالج أيضا الناس اللي عندها مشاكل في الانتصاب بشكل طبيعي، طبعا بسبب مشاكل جينية أو مشاكل صارت عندها بسبب أي أدوية ثانية. طبعا البريجانيل بيجي طبعا هي 5000 يونت، بتتاخد ممكن كل يوم تاخد 500 يونت لمدة 10 أيام. طبعا تحتاج فايلين، يعني 10000 يونت، ممكن تاخد 500 لمدة أو 5 أيام، بعدك تعليها ل 1000، بعدين تصل 2000، بعدين تنزل ل 500، وممكن تاخد 500 لمدة 8 أسابيع، وممكن تاخدها لمدة 6 أسابيع أو 4 أسابيع حسب الحاجة. هذا اللي ذكرته أنا كأدوية علاجية لرفع هرمون التستوستيرون طبيعيا، لأنها بتنزل أو بتحد من قوة الأستروجين في الجسم اللي سببها المنشط اللي انت اخذته. توجه الى طبيب، قل له انا اخذت منشطات وانا بحتاج الى هذه المواد. طبعا بعد تحليل هرمونات الجسم حتشوف ايش صار عندك مشاكل، وممكن هو يعطيك اياها بجرعات افضل من اللي انا بتكلم فيه حسب حاجة جسمك. طبعا انا تكلمت لكم بنطاق علمي والعلاجات اللي ممكن تأخذ. تمام، لو اجينا نتكلم كيف انا عندي الهرمون التستوستيرون بدي ارفعه طبيعيا. زي ما قلنا اول، هرمون الاستروجين هرمون الانثوي موجود عند الزلمة والمرأة، عند المرأة كتير علشان هي انثى، والتستوستيرون موجود عندها بنسب قليلة. انت عندك الاستروجين واطي والتستوستيرون عالي، لكن اذا انت خربت الدنيا او
عندك ضعف جنسي بسبب اشياء جينية او تعالجت بالكيماوي، كل هذا بيؤدي للضعف الجنسي. طب انا كيف يا معلم ارفع التستوستيرون طبيعيا؟ اول شيء نزل الاستروجين. كيف نزل الاستروجين؟ ما تتخنش، ما تسمنش، ما يكونش عندك بطن كبير. كل ما عليت نسبة الدهون في جسمك نزل التستوستيرون وطلع الاستروجين. اذا واحد شفته بالشارع مليان دهون اعلم تماما انه هو عنده مشكلة، انه مرتفع الاستروجين ونازل التستوستيرون، الا حالات شاذة عن القاعدة. فلذلك اول شيء لازم انا اعمل كارديو، اعمل رياضة، وانظم اكلي، واتبع حمية غذائية صحيحة علشان انزل وزني وانزل الدهون بالشكل الاول وعلي كتلة العضلية، لانه كل ما طلعت بطلع تستوستيرون بنزل الاستروجين. الحل الثاني النوم. الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. عارفين ليش؟ النهار هرمونات القوة بتشتغل وبتعلى، في الليل هرمونات تبعت النوم والراحة بتشتغل وبيعلى الكورتيزول، هرمون اللي هو بيعتمد على التوتر. انا بصر في الليل قاعد بلفلف زي هيك، عندي توتر عالي، عندي ستريس، راح يعلى الكورتيزول والهرمون السنزول، هرمون التستوستيرون بنزل. بالنسبة للنوم ممنوع السهر، بتنام بدري بتلحق فرز الغدة الصماء اللي موجودة في جسمك اللي بتعلي من هرمونات القوة وبتخفض التوتر والكورتيزول. الحل الثالث الدهون الصحية. انت لو عندك دهون واخذت دهون صحية في الصباح، نولت دهون صحية، راح تخش تطرد الدهون السلبية هذه الغير صحية، وتخش الدهون الصحية تحسن لك جسمك. والدهون الصحية موجودة في المكسرات، وموجودة أيضا في مثل الأفوكادو، وموجودة في زبدة الفول السوداني، وموجودة في كثير من الأشياء. أنت بتاخدها في الصبح بتعلي، بتنزل من نسبة الدهون الضارة، بتخش الدهون الصحية. والدهون الصحية على فكرة بتعلي من هرمون التستوستيرون، بتنظم لك هرموناتك ككل. الشغلة الثالثة الفيتامينات والمعادن مضادات الأكسدة وأيضا الأحماض الأمينية المهمة، كل هذه تحتاجها. الزنك اللي بيقوي الخصية وبيقوي الخصوبة وبيقوي الرجل، ومش بس هيك بيعلي التستوستيرون بينزل الاستروجين. طب انا من وين بحصل على هذه الفيتامينات؟ في فيتامينات كتير في الصيدلية، صح؟ الزنك الموجود في الصيدلية على عيني وعراس ممتاز، لكن في حاجات افضل. في عنا مكمل غذائي، وانا بروجش لأي شركة، ما حدش بيقول لي خد دعاية واعملي دعاية، انا بروج لشغلة مفيدة لكم. في منتج اسمه أنيمال باك. أنيمال باك هذا المنتج موجود فيه جميع أنواع الفيتامينات بنسب عالية، موجود فيه مضادات الأكسدة، موجود فيه محفزات الكبد والكلى، موجود فيه الأحماض الأمينية المهمة، موجود فيه مواد كثيرة. طبعا هذا الأنيمال باك أنا ما بروج له، بس أنا شخصيا باخده. عارفين ليش باخده؟ علشان احسن صحتي، علشان اقوى في النادي، وهو مكمل غذائي فيتامين حصريا ولا نتفه منشط، بل بالعكس في محفزات لهرمون التستوستيرون الطبيعي. ما عندكش تشتريه، ما معك تشتريه، استخدم الزنك اللي موجود في الصيدليه، استخدم الدي 3 الموجود في الصيدليه، اوميجا 3 زيت السمك الموجود في الصيدليه، هذا كله موجود فيه بنسب عاليه وقويه، معد لتقويه الرجل في البناء العضلي، في القوة الجنسية، في كل شيء. ممكن تستخدمه إذا ما معك فلوس، ممكن تستخدم الفيتامين، ممكن تحصل على الزنك من المكسرات والأسماك، موجود بكثرة. احرص أن تكون في وجباتك الغذائية. نرجع ونقول الكورتيزول. شو هو الكورتيزول؟ ستريس، توتر. هذا الهرمون لما بطلع بنزل هرمون التستوستيرون. دائما تخلص من التوتر. كيف اتخلص من التوتر يا ابو اسامه؟ حياتنا كلها توتر، ديون، مصاري، الناس بتتصل، مشاكل في 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 الشغل. حاول انك تروح على النادي، على الرياضه، على الرياضه، لانه بتنزل هذا الهرمون وبتطلع هرموناتك وبتقوي حالك. ايضا اذا انا لاعب كمال اجسام واخذت منشطات وخربت الدنيا، اوعى تسيب النادي. حاول تروح على النادي تلعب بقوه، بقوه، وتشيل اوزان مناسبه، وبالذات تمارين الارجل سكواد، تمارين الديت ليفت. هذه التمارين بتعلي التستوستيرون الطبيعي وبتنزل الاستروجين. احرص انك دائما تعملها بشكلها الصحيح وبقوة عالية. بدي اعطيكم وصفة للي عندهم ضعف جنسي وضعف في الشهوة
بسبب المنشطات والهرمونات أو بغيره. طب إيش يا أبو أسامة؟ الرمان ثم الرمان ثم الرمان ثم الرمان. طب ليش الرمان يا أبو أسامة؟ الرمان بيعلي النيتريك أوكسيد، بيزود ضخ الدم وحمل الدم بالمواد الغذائية للعضلات، والعضلات معروفة كل الاشي عضلات، قوتك الجنسية هي أصلا عضلة، فكل ما كان النيتريك أوكسيد عالي بشكل طبيعي بسبب من الرمان تأكد تماما انه هذا بيعطيك قوة جنسية عالية. ممكن كمان تستخدم عسل طبيعي مع مادة اسمها لقح البلح. لقح البلح موجود عند كل العطارين، احرص انه يكون 100% لقح البلح مع العسل، بيعمل تعلي الهرمون التستوستيرون وتقوية شديدة جدا للجسم بالذات من الناحية الجنسية والقوة العضلية. نتكلم نرجع نقول لقح البلح، لقح البلح موجود عند العطارين، دير بالك تاخد المغشوش. لقح البلح غالي الثمن، بنقاس بالجرام، تقريبا الجرام حقه ربع دولار الى نص دولار. لقح البلح الحقيقي بتجيبه بتخلطه مع العسل، كل يوم الصبح بتاخد معلقتين او ثلاثة صغار، وتأكد تماما عسل طبيعي تأكد منه وحتكون امورك قوية. انا بعطيك وصفات علاجية بالاعشاب او بالفواكه او بالخضار او الفواكه. طبعا ايضا من اقوى الامور بتقوي كمان من الناحية الجنسية الموز، لكن مش عطالة على النازلة، تناول قرن موز صباحا وقرن موز قبل التمرين ايضا بعلي بالقدرة الجنسية، او قبل الجماعة بساعة تناول قرن موز بيعمل قوة او بيعمل لك تعليل لانه في مغنيسيوم وفي زنك بشكل كويس. طبعا هذه المعلومات اللي انا حكيت لكم اياها عن الحلقة كانت دردشة بيني وبينكم عن المنشطات، الضعف الجنسي بسبب او ضعف الهرمونات بسبب المنشطات، هرمون التستوستيرون هرمون الذكوره، كيف نرفعه بشكل طبيعي وكيف نرفعه بطريقه انه نتكلم عنها بالطرق العلميه اللي تكلمت عنها بالاول. تاكد تماما دائما اذا انت اخذت منشطات باي سبب من الاسباب تعمل فحص قبل المنشطات وبعد المنشطات، تاكد تماما انك تختار انسان محترم وعنده ذو علم كبير وذو تجارب سابقه انك تاخذ عنده، وتاكد تماما انه لازم تاخذ منشطات. اذا اخذت منشطات تكون لهدف، صح الجسم بصل مرحله معينه وببطل يبني ما بيطلع بعدك، فبتحتاج انك سايكل يطلعك عن الحجم الصح او الطبيعي. لكن تاكد تماما انه هذا كل شيء من هذه الاشياء محتاج بالدرجه الاولى انك تكون متوجه بطريق صحيح. ومثل ما قلت لك العب رياضه لعدة سنوات بعدين فكر في المنشطات، وانا بنصح ما تفكرش فيها ابدا لانه الرياضه هي اسلوب حياه. لكن اذا انت اخذت منشطات وتورطت وتدمرت، هذه الحلقه ممكن تفيدك في انك تعلي هرمون التستوستيرون وانك انت تصل لمرحله انك تحسن من امورك سواء بالشكل اللي انا قدمت لك اياه او باي شكل اخر. انا قدمت هذه الحلقه، بتمنى انكم تدعموني، تشاركوا الحلقه مع اصدقائكم عشان تعم الفائده وعلشان تصل للجميع. وانا بقول لكم العلم اللي انا بقدمه لكم مش عشان اي شيء مادي، لا، انا بقدم العلم لانه موجود عندي العلم، أتاني هذا العلم البسيط أنا بتكلم لكم فيه. ومن المنطلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. وأنا ما بدي أكتم العلم، وبتمنى إنكم ما تكتموا العلم وتوصلوه للناس. شكرا لحسن المتابعة، كان معكم محمد أبو أسامة من قناة أبو أسامة الرياضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.